بص انا كان في كلام كتير قوي كان ممكن ان انا اتكلم فيه على باتشيكو في مباراه الدوري، بس انا كنت عارف حاجه بسيطه، باتشيكو في المباراه الكبيره هيحرقني، هيخلي دمي تقيل وشكلي وحش قدام الناس، فكان صعب ان انا اقول ان باتشيكو مدرب سيء ومدرب دفاعي ومدرب مش كره الزمالك والكلام ده، لان عارف ان وقت باتشيكو ما يتحط في اختبار بجد قدام فرقه زي الرجاء في المغرب باتشيكو هيسد وزياده وهيرخم على الرجاء وهيكرههم في الكوره وهيكرههم في عيشتهم، والزمالك كفيل ان هو لا راح بواحده او اتنين ان هو هيجيب هدف او هدفين ويخلص المباراه. فكنت بصراحه خايف ان انا اتكلم على الراجل كلام سيء عشان خاطر عارف ان الراجل هيحرجني في المباراه الكبيره، علشان كده استنيت النهارده ان انا اتفرج على جيو باتشيكو عشان خاطر بصراحه استمتع بالشغل التكتيكي اللي هو كان عامله جوه الملعب. 4 4 1 1 ما كانتش 4 2 3 1 اطلاقا، هو ما كانش بيلعب مركز 10، ما كانش بيلعب جنب طارق وجنب اسلام، لا هي كان بيلعب قدام الخط بتاع طارق واسلام وبن شرقي واحمد سيد زيزو، هو كان بيلعب قدام الخط ده، هو كان عامل خطين جوه الملعب، الخط الرباعي الخلفي والخط الرباعي الامامي، وقدامهم اثنين مصطفى واوباما. الخط الرباعي ده كان كل ميزته ان انا بفصل اللعيبه بتاعت الرجاء عن التواصل مع لعيبه نص الملعب علشان خاطر ما يعرفوش يبنوا هجمه كويس قوي وهي الكره في رجليهم، فكان دايما بتلاقي ان فابريس والعرجوني بيواجهوا متاعب ان هم مش عارفين يلعبوا الحد على الطرف، حتى لو لعبوا الحد على الطرف بيلاقوا ان في احمد سيد زيزو ناحيه اليمين بيهاجمهم وبيكون وراه احمد عيد، فبتلاقي ان الجبهه دي مقفوله، بتروح هناك الناحيه الثانيه بتلاقي ان بن شرقي بيدافع ووراه عبد الله جمعه بيدافع، فبتلاقي ان في مشكله الفرقه مش عارفه تتواصل مع بعضها وهي معاها كوره فمش عارفه تخلق هجمه خطيره، فمش عارف ان انت تدور على عبد الحفيظ ولا عارف ان انت تدور على ملانجو في الحاله الهجوميه، وهو ده اللي جيمي باتشيكو كان عايزه في اول مباراه، ان انا عايز اخلي فيه خوف من لعيبه الرجاء وهي معاها كوره عشان خايفين ان هم يغلطوا في الباصه وخايفين ان احنا نعمل عليهم هجمه مرتده، وهجمه مرتده كانت تبقى فكره كويسه لان انت عندك هو ما كانش بيدافع كتير ولا مصطفى كان بيدافع كتير، غير ان هم هيجي لهم اثنين اطراف سرعة جدا زي بن شرقي من على شمالهم واحمد سيد زيزو من على يمينهم، فكانت لعيبه الرجاء وهي معاها الكوره كانت بتخاف ان هي تعمل ميس باص، وده اللي خلى الفرقه تبان جوه الملعب ان هم في استحواذ سلبي اول 10 دقائق، ولا يا جماعه الزمالك واقف على رجله، ولا يا جماعه الزمالك تكتيكيا قادر ان هو يواجه الرجاء. هتقول لي برده في لعيبه مصابين، في لعيبه ما كانتش موجوده، اصل في حالتين كورونا، موضوع ما يخصنيش، انا اللي يخصني ان في الفرقه جوه الملعب ما كانش في ترابط خطوط ما بينهم، الاثنين المهاجمين ما كانوش باينين، 4 4 2 اللي هم كانوا بيلعبوا بيها ما كانتش مشكله اي خطوره تماما، بالعكس تماما بعد اول ربع ساعه لقيت ان الزمالك بدا يلعب كره من رجل لرجل، لقيت ان الزمالك كان بيلعب كره كويسه جدا، فجاه الزمالك بقى هو اللي راكب الجيم، وفجاه الزمالك بقى هو اللي راكب المباراه، وبيقدر احمد سيد زيزو ان هو يعمل كروس عالمي، بيقدر اشرف بن شرقي ان هو يحرز هدف المباراه، وبعد كده تلاقي ان كل مخاوف مدرب الرجاء وكل مخاوف لعيبه الرجاء في الملعب حصلت، لبسنا الهدف الاول، الفرقه بتعاني قدام فرقه عامله جيم تكتيكي عالمي جدا عليها، فيلا يا جماعه بقى نهاجم، بس في مشكله كبيره جدا، العنصر الاقوى في الفرقه المغربيه هي الجمهور، لو دورت على اللعيب المغربي واحد على واحد كلاعب مصري ولاعيب مغربي ومفيش حافز زي الجمهور وراه هتلاقي ان هو عنده مشكله كبيره قوي، انما انا بحب فكره ان انا العب من غير جمهور، العيال المصري متعود ان هو يلعب من غير جمهور، بالعكس تماما بيستمتع بيها دلوقتي، خلاص بقى لنا 8 سنين بنلعب من غير جمهور، فلما اللعيب المغربي يلاقي ان هو خسران ومفيش جمهور بيدعمك ومفيش جمهور بيضغط على الحكم، فهتلاقي ان هو الموضوع بقى بالنسبه له مخيف ومتراجع، وهتلاقي ان هو بيلوش وان هو بيلعب كور غريبه جدا، وان هو المدرب بره مش مصدق ان هم لبسوا الهدف الاول، وهتلاقي ان كل حاجه ضربت من الفرقه مره واحده، ويلا يا جماعه نجيب الهدف الثاني، بس كالعاده يعني بلاقي ان كابتن اوباما اهم حاجه بالنسبه له ان انا ابص يميني، لا ابص شمالي، لا مش عارف اعمل ايه، لا يا عمي ده فرصه النادي الزمالك ان هو يخلص على الهدف الثاني قدام فرقه الرجاء الشوط الاول، فرقه منهاره بعد ما لبست الاول، يلا يا عم قبل ما يقف على رجليهم، لا هنفضل ماشيين بالشوط لحد ما نطلع بيه تعادل، طب ليه نطلع بالشوط تعادل؟ كان مفترض انك تجيب الثاني، لا بقيت مضطر ان انا انزل الشوط الثاني، والشوط الثاني من الطبيعي والمنطق وكل حاجه بنتكلم فيها في اعراف الكوره ان الفرقه صاحبه الارض وصاحبه الملعب هي اللي بتكون عايزه ترجع في النتيجه اكتر، فطبيعي انك هتلاقي ان انت مضغوط دفاعيا، فلا احنا محتاجين يا جماعه ان احنا نهدي شويه ومحتاجين ان احنا نلعب تحت الكوره. فيش اي مانع انك تلعب جيم 45 دقيقه دفاعي عشان خاطر انت اللي انت كنت عايزه في المباراه حصلت عليه، انت كنت عايز ان انت تجيب هدف وما تلبسش اهداف، وده اللي انت كنت حاصل عليه من اول نص ساعه في الشوط الاول، فكانت الدنيا بالنسبه لك مظبوطه ومريحه، وخدت انت اللي انت كنت عايزه في المباراه، واي حكم تيجي تاني كانت تبقى زوايد. الحكم كانت حسبت اوفسايد غريبه جدا على مصطفى محمد، وحسبت اوفسايد برده كانت اغرب على بن شرقي، بس لو الكوره دي
تم احراز اهداف، اعتقد ان هم كانوا هيرجعوا للفار، والحكم اللي مرووش ده اعتقد ان هو كان هيحسب الحاجات دي اهداف، علشان خاطر زي ما قلت لك مفيش جمهور بره يضغط عليه، مفيش ناس كتير قوي تقعد تقول له ما ينفعش، وهتلاقي ان ناس كتير قوي بتهاجمه ازاز ميه. موضوع الجمهور فرق تماما مع الاهلي والزمالك، لان الانديه المغربيه زي ما اتكلمنا لو قارنت بين اللاعب المصري واللاعب المغربي من غير جمهور، لا اللاعب المصري متفوق، اللاعب المصري واقف على رجله كويس، وخصوصا كمان لما تلاقي ان الونش عامل مباراه هايله. الونش بجد والله يعني واحد من احسن مدافعين في مصر الفتره الاخيره، اخر 3 شهور بصراحه من ساعه ما رجعنا من الجوفيد الراجل عامل اداء عالمي. فطبعا كابتن حسام بدري راجع تفكيره ان هو يضم الونش، وبرده محمد عبد الغني عامل مباراه حلوه قوي. عبد الغني يا جماعه لعيب مثالي جدا، بس المشكله بالنسبه له لما كان بيتحط ناحيه اليمين، ناحيه اليمين عبد الغني كان بيعاني تماما فيها، فدي كانت مضيعه عندنا بالنسبه له مع باتل سكالترون. بس سكالترون الامانه هو اللي علم الفرقه فكره ان احنا نعمل الخطين دول، ان احنا نلعب خط دفاعي في 4، والخط اللي قدامه هيكون كل فكرته ان انا خاف لعيبه الرجاء ورانا، لعيبه الرجاء بتبقى ورانا، ما فيش مسموح لاي حد ان هو ينزل من تحت يستلم، ما كانش مسموح الكلام ده. كنت هتلاقي ان طارق حامد بيضغط جامد، كنت هتلاقي ان اسلام جابر واحد من الجنود المجهولين النهارده كان برده بيضغط عليك واحد على واحد. واحمد سيد زيزو يا جماعه هو نجم الزمالك الاول اخر شهر، مع طبعا رجوع اشرف بن شرقي العلامه الفارقه واللعيب اللي بيحب اول ماتشات الكبيره. ادي اشرف بن شرقي 5-6 مباريات كبيره في اسبوعين ثلاثه، كان هو لعيب ممتاز جدا، واحتمال ان هو يكون واحد من احسن اللعيبه اللي موجودين في الثلاث اربع ماتشات اللي لعبهم دول. لعيبه الزمالك النهارده استحقوا ان هم يكسبوا. لعيبه الزمالك النهارده حتى لو عملوا جيم دفاعي، الشوط الثاني كان فيه عيبين ثلاثه، ان فرقه الرجاء ضيعت لها كوره، هتقعد تقول لي كان في ضربه جزاء، الحاجات دي ما تتحسبش، تقديريه الحكم. لعيبه الزمالك عملوا كل اللي قدروا عليهم زي لعيبه الاهلي امبارح، في روح جديده كانت موجوده جوه الملعب، في روح حماسيه اتمنى ان هي تبقى موجوده دايما مع الزمالك في المباراه اللي جايه مباراه الاياب، واتمنى ان لعيبه الزمالك ما تبداش تسمع الاحتفالات بتاع ان احنا يا جماعه خلصنا الموضوع من هناك، لا انت عديت 70% من الشوط بتاع التاهل للفاينل، دلوقتي بقى عليك ال30 انك تيجي في مصر ما تريحش، اعمل زي اللي انت كنت بتعمله في المغرب، حارب على الكوره وافضل قاتل وافضل دايما ملتزم بتعليمات مدربك، ما تسمعش من الميديا اللي بتقلل من مدربك. مدربك مدرب كبير، مدرب ليه اسمه وليه التارجت بتاعه، بس المشكله بالنسبه لنا ان احنا في ناس عايشه في عالم المثاليه اللي هو لازم فرقه الزمالك تفضل تهاجم طول 90 دقيقه، لازم فرقه الزمالك ما ترجعش تدافع، لازم فرقه الزمالك ما تستقبلش لعب، وكان يا جماعه الناس بتاعه الزمالك بتلعب قدام 11 لعيب مجهولين. انت بتلعب فرقه كبيره، بتلعب فرقه ابطال، بتلعب فرقه ليها اسمها، فصعب جدا ان انت تعمل كل اللي بيحلم بيه الجماهير. فاتمنى ان اللعيبه ما تسمعش للميديا وتسمع دايما للراجل اللي واقف على الخط بيعمل حركات غريبه، بيعمل حاجات مريبه. ده نادي الزمالك جابه وضرب الفريق، وده نادي الزمالك واثق فيه في المرحله الحاليه. اتمنى ان اللعيبه يفضلوا دايما في ظهر الجهاز، واتمنى ان الجمهور يفضلوا في ظهر اللعيبه وفي ظهر الجهاز، ويبعدوا تماما عن فكره ان هم يدعموا رئيس النادي، علشان خاطر اللعيبه هي اللي في الملعب اللي بتجيب البطولات، مش الاداره هي اللي بتجيب البطولات. اتمنى ان الفيديو بتاعي الخفيف اللطيف ده يكون عجبك. المباراه كان فيها حاجات تكتيكيه اكبر بكتير قوي من انا بتكلم فيها، بس الحاجات دي مع الاسف الشديد محتاجه وقت ان انت تقعد تتكلم فيه، واحنا عارفين عندنا في مصر الناس انها بتزهق، وخصوصا يعني ان انا ممكن اكون كاتب لك ملخص تحليل مباراه الزمالك، فانت غالبا مش هتكون كملت الفيديو معايا لحد دلوقتي، اما لو كملته فيا ريت يعني تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. الف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، الف مبروك لعيبه الزمالك على الاداء اللي هم عملوه، الف مبروك لجهازهم، وربنا يبارك لكم.